يعد ميناء نشطون خامس ميناء يمني والشريان الحيوي لمحافظة المهرة والنافذة التجارية الوحيدة في استقبال البضائع والمشتقات النفطية، ويشهد الميناء حركة تجارية نشطة هذه الأيام، لكنه يفتقد للكثير من الإمكانيات الفنية التي تؤهله لاستقبال السفن التجارية الكبرى. ميناء نشطون يعتبر الشريان الحيوي للمحافظة، بحيث أن جميع المستوردات المحافظة المتماليات مواد البناء والمشتقات النفطية والأغذية وجميع تمر عبر هذا الميناء أكثر، بالإضافة إلى بقية المنافذ الأخرى. بس الميناء يفتقد إلى الأعماق منخفضة جدا وباخرة كبيرة لا تطول، يعني الغاضة لا يزيد عن 5.5، الباخرة لا تزيد غاضة عن 5.5 وطولها عن 90 متر بسبب الأتربة اللي نزلت في الميناء، وبالإضافة إلى أن الميناء أعماقه ضعيفة من دافع ما يزيد على 7 متر وحاليا 5.5. في مقابل ذلك تسعى السلطة المحلية بالمحافظة إلى إعادة تأهيل الميناء وتزويده بكافة الوسائل والإمكانيات، كونه أصبح المتنفس الوحيد ليس للمهرة فقط بل للجمهورية بشكل عام في ظل توقف الكثير من المنافذ سبب الوضع الحالي للبلد. الكل يعرف أن الوضع اللي تمر به الجمهورية اليمنية خلال هذه الفترة، وأن عدد المواني والمعابر البرية التي مغلقة، المتنفس الوحيد هو الآن حاليا هي محافظة المهرة، ولذلك تم هناك اهتمام بالقيادة السياسية بهذه المواني والمعابر من خلال تأهيلها وتجهيزها. ونتيجة للضغط على ميناء نشطون، تدرس قيادة المحافظة حاليا فكرة إنشاء ميناء بديل ليس ببعيد عن نشطون، وكان ميناء خلفوت حلا لهذه الإشكالية باعتباره ميناء طبيعي كانت ترسو فيه السفن منذ القدم. الموقع هذا اسمه موقع خلفوت، وهو عبارة عن ميناء طبيعي كانت ترسو فيها السفن التجارية منذ السابق قبل إنشاء ميناء نشطون. فنزلنا نتيجة للضغط الحاصل على ميناء نشطون وزيادة السفن وصعوبة التفريق بشكل سريع هناك، فلجأت المحافظة إلى إنشاء ميناء سريع وبديل آخر لغرض تسهيل تفريغ المحروقات المشتقات النفطية بشكل عام والغاز وبعض البضائع لما فيها من سرعة لخدمة المواطن وتسهيل نقل البضائع والمحروقات إلى المحافظات المجاورة. قديما قيل نشطون كل شيء فيها مزيون، لقب اشتهرت به هذه المنطقة المطلة على موقع استراتيجي لبحر العرب، ولامتلاكها موانئ يعدها اقتصاديون من أهم الموانئ محليا وعالميا. واليوم هناك جهود كبيرة تبذلها السلطة المحلية للارتقاء بها لتشكل رافدا للاقتصاد الوطني. سالم محمد سالم، قناة بلقيس، محافظة المهرة.